أهلا بيكم في الورشة الفنية. النهاردة هنتكلم معاكم عن ريليهات وفيوزات العلبة الرئيسية لسيارة ميتسوبيشي لانسر، ودي مشهورة في مصر بالقرش. أول شيء هنتعرف على الداتا والبيانات المطبوعة على غطاء العلبة الرئيسية، ودي أسماء ووظيفة كل جزء. دي صورة أوضح بتوضح كل الداتا والبيانات لأسماء ووظائف الأجزاء في العلبة الرئيسية. وزي ما تعودنا قبل الشرح بنركز على بعض النقاط الهامة في العلبة الرئيسية. الجزء الأصفر اللي أمامنا ده عبارة عن مشبك بداخله فيوز قيمته 30 أمبير، وده خط كهرباء بيصل لوحدة الكنترول وأيضا بيصل لعدة توصيلات أخرى. ده مكان الفيوز، مكان المشبك، جمع عادي. كتاوت الرئيسي من الريليهات الهامة في العلبة الرئيسية، من خلاله بنوزع عدة خطوط للفيوزات وبعض الريليهات، وأيضا بيصل من خلاله خط كهرباء لوحدة الكنترول. من الريليهات الهامة أيضا ريلي مروحة التبريد. مروحة التبريد هنا عندنا ليها سرعتين، سرعة لتبريد المحرك والسرعة التانية بتعمل مع تشغيل كمبروسر التكييف. دي فيشة موتور المروحة، وده فيوز كتاوت سرعة مروحة التبريد، ده كتاوت سرعة المروحة مع تشغيل كمبروسر التكييف، وده فيوز كتاوت سرعة مروحة التكييف. من موجب البطارية خط كهرباء بيصل لعلبة الفيوزات. ريليهات حسب ترتيب العلبة الرئيسية، بيبدأ بالكتاوت الرئيسي من خلاله نوزع خط للكنترول وبعض الريليهات والفيوزات. ريلي النور المنخفض للمصابيح الأمامية، ريلي المارش، ريلي سرعة مروحة التكييف مع تشغيل الكمبروسر، وده كتاوت رشاشات الحقن الإلكتروني. كتاوت ده من الريليهات الهامة أيضا، كتاوت رشاشات الحقن الإلكتروني، يعني لو في أي مشكلة في هذا الكتاوت هيبقى في مشكلة في دوارة السيارة. ده كتاوت النور العالي للمصابيح الأمامية، وده كتاوت كمبروسر التكييف، كتاوت الكلاكسات، كتاوت الفتيس الأوتوماتيك، ده كتاوت سروتل للبوابة. طبعا في سيارات كتير بيبقى فيها حساس سروتل، لكن هنا السروتل عندنا عبارة عن وحدة كنترول لتشغيل البوابة. ده كتاوت سرعة مروحة التبريد، ودي كانت وظيفة الريليهات في العلبة الرئيسية. بنتابع وظائف الفيوزات. ده فيوز الاي او دي، قلنا عليه خط بيصل للكنترول وعدة خطوط اخرى. ده فيوز كتاوت مروحة الريداتير قيمته 40 امبير، وده فيوز سرعة مروحة التكييف قيمته 30 امبير، ودي اماكن فيوزات اي بي اس ملغية. ده فيوز كتاوت المارش قيمته 30 امبير. بنتابع ونشوف فيوزات الجنب. اول فيوز معانا مكانه فاضي، وده كان فيوز للشبورة الفجات. تاني فيوز خط كهرباء بيصل لوحدة الكنترول وقيمته 7.5 امبير. الفيوز التالت خط كهرباء بيصل لكتاوت الفتيس قيمته 20 امبير، وده خط كهرباء بيصل لكتاوت الكلاكسات قيمته 10 امبير، ده خط كهرباء مع الكونتاكت بيصل للدينامو وقيمته 7.5 امبير. دي اماكن ملغية، وده خط كهرباء بيصل لكتاوت كمبروسر التكييف، وده فيوز خط كهرباء بيصل لكتاوت سروتل للبوابة. ودي اماكن فيوزات ملغية مفيش داعي نتكلم عنها. ده فيوز انوار المصابيح الامامية، الفانوس اليمين والفانوس الشمال، وده فيوز بيستخدم في حالة وجود مضخم صوت للكاسيت الامبر فاير وقيمته 30 امبير،
وهو أيضا بيصل للراديو كاست. ده مكان فيوز ملغي، وأيضا دي أماكن فيوزات ملغية. ده فيوز النور المنخفض، مصابيح الأمامية، فانوس الشمال والفانوس اليمين. دي فيوزات المباين، المباين اللي هي ملفات الإشعال، علشان في بعض الناس مش عارفة كلمة المبينة. المبينة هي الكويل اللي بيخرج كهرباء للبوجيهات. ده فيوز من كتاوت الكنترول، بيصل منه خط لكتاوت رشاشات الحقن الإلكتروني، وأيضا بيصل خط للبوجيهات وقيمته 20 أمبير. ده خط كهرباء بيصل لكتاوت مضخة البنزين، كتاوت مضخة البنزين في العلبة الداخلية، وده كان آخر جزء في العلبة الرئيسية. أتمنى نكون قدرنا نوصل المعلومة للجميع، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. إذا عجبكم الشرح ما تنسوش اللايك والشير. أشكركم وإلى اللقاء.